الفعل المباشر والسريع والصريح لمواجهة هذا الفساد. ولولا استشراء هذا الفساد لما تفضل خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة إضافية لحماية النزاهة ومحاربة الفساد. أنا عندي سؤال، يعني أنا ذكرت في كتابي أو أحد كتبي أنه هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة تقريبا أنشئوا في 1391 إذا أنا صحيح. يعني لم أسمع في حياتي، كتبت الكلام على كتابي، إنه والله تمكنوا من اكتشاف مخالفة صريحة ومن أناس يستخفوا بالنظام وعديدين الأخلاق، يصير في نوع من التحقيق وكأن المجتمع الحكومي مجتمع ملائكي معصوم من الخطأ. فعندما تمر السنين الطويلة هذه عقودا فعقودا واللصوص يزداد عددهم والاختلاسات تزداد وولي الأمر محتار الله يجزاه ألف خير بيروح مضيف إلى هذه الهيئات الرقابية هيئة أخرى لحماية النزاهة ومحاربة الفساد، يعني أنا أرى أنه الراحة تدور حول نفسها والمواطن ينتظر ويحتضر، المواطن ينتظر ويحتضر. الكارثة الأولى مرت دون أن نرى لها أثرا، والكارثة الثانية مرت لتدعم الصورة الهزيلة التي يمارسها الموظف الحكومي على مستوى ومختلف الجبهات. فأنا سؤالي هو، يا هل ترى أنتم يعني تصدرون توصيات وتذهب بدون رد فعل، أم أنكم محجمون إلى خطوط حمراء لا تتعدوها، أما القضية لغز لا يفهمها المواطن؟ وشكرا. تفضل. أكيد السؤال لي. هي السؤال هو السؤال لكلينا، يمكن عملية تعليق. يعني نحن بنعاني إنه يعني الفكرة هذه موجودة، يعني الدكتور أحمد اللي بيقولها إنه أنتوا ما في شيء باين من إنكم في نتائج من عملكم. التقارير تبعنا يعني لا تنشر، وإذا نشر يعني شيء من التقارير فهو تسريب يعني من بعض الجهات اللي هي بيتم الملاحظة عليها. إنما في كثير من المسؤولين تم تغييرهم، في كثير من المبالغ حصلت وتقارير الديوان موجودة بس يعني غير يعني لا تنشر. يعني إنما اللي أحب أطمنك يعني إنه يعني في نتائج اللي عملنا، وفي يعني قرارات كثير صدرت من ولاة الأمر بناء على تقارير الديوان وبناء على يعني قناعة بعمل الديوان، يعني يمكن ما تلمسها انت يعني لانك تبغى حاجه معينه بذاتها، لكن في موجود يعني تقارير كثيره، وكثير من المسؤولين تم تغييرهم بناء على تقارير الديوان، كثير من المبالغ حصلت. يعني نحن بنحصل بس في الفرع عندنا هنا يعني بمئات الملايين، يعني يمكن في يعني نطلب يمكن في السنه يعني تحصيل الى 30 40 مليون يمكن بتحصل، يعني بس ما تنشر يعني تقارير. مما قرأت 6,048 مشروع تعثر الثلاث سنين الماضية، يعني كيف تعثر وأين ذهبت ما رصد لها من ارتباطات؟ أيوه طبعا، يعني أنت عارف 6,048 مشروع ما هو قليل، ما هي قليلة أنا معاك يعني، بس لكن أنت بتتكلم عن دور الديوان، دور الأجهزة الرقابية. أول شيء يعني أنت عارف أنه يعني أول أجهزة الجهاز يمكن الوحيد اللي في المنطقة ما له استقلالية وجهاز ديوان مراقبة. يعني نحن الى حد الان بنحارب على اساس ناخذ استقلاليه لنا، ما احنا حالاتين نحن نحسب باعتراض يعني بعض الجهات. نظامنا في نظام جديد غير هيئه الرقابه وغير هيئه الرقابه، مرجعك مال الملك. هي مرجعنا الملك، بس برضه ما لنا استقلاليه ماليه، يعني نحن لا نقدر نعين موظف ولا نقدر نعتمد مشروع
ولا نقدر يعني الا لازم عن طريق الموازنه اللي هي تعتمد من جهات الاختصاص في الله. فيعني قصدي يعني موضوع عدم الاستقلاليه هذا كل سنه نحن في تقريرنا بنكتب انه يعاني الديوان من عدم وجود استقلال، وما فيش يعني في بالمنطقه اللي عندنا ما في جهاز ابدا الا فيه موجود يعني استقلالي في الغالب يعني في المنطقه، فما بالك ببقيه يعني العالم يعني. لكن نحن يعني بنبذل جهد الحمد لله، يعني في عندنا قناعه بالنتائج اللي نحن بنحققها ونتائج الحمد لله طيبه. كان ودنا نحن كمنسوبين للديوان انها تنشر حتى يعني الناس بتعرف ايش النتائج اللي يتم، لكن هذا النظام انه ما يعني تقاريرنا لا تنشر وتناقش في مجلس الشورى وفي يعني في عند المقام السامي في يعني في مجلس الوزراء كمان يمكن تناقش بعض النواب، لكن انها تنشر او يعني اليوم انت يعني بالصدفه هو موجود يعني هنا خبر اديك يعني هذا جريده عكاظ اليوم، عدم تحقيق بعض الشركات التابعه لسابق اي ارباح منذ تاسيسها. هذا التقرير من الديوان، هذا كم 119% يعني شوف 199 يعني هذا فلست قريتها اليوم في الصباح فلست يعني قصدي موجود هذه الاشياء نحن بتبرز جهود انا بدون ما يعني نحن نسويها يعني. صحيح يعني يعني برضه نفس الشيء الشركه السعوديه للكهرباء لها مديونيات وصلت الى 96 مليار يعني هذه ما هذه تقارير الديوان، فيعني موجود عندنا تقارير في عندنا اشياء يعني وحصلنا مبالغ كبيره يعني مليارات يعني بنحصل الحمد لله، لكن ينقصنا موضوع الببليسيتي وهذا ما هو موجود لانه في نظامنا نحن انه ما يطلع اي شيء. حتى يعني الان تزويدنا للملاحظات لاماره منطقه مكه هذا اجتهاد شخصي يعني حبذوا يعني معالي الرئيس لما شاف انه الاماره نفسها عملت وحده لمكافحه الفساد فصرنا نزودهم ببعض الملاحظات. تفضل. الحقيقه يعني من زاويتي انا احب اقول لاخونا ابو فيصل يعني وللجميع انه ديوان المراقبه العامه لديه مجله تصدر دوريه وفيها اخبار كثيره والحقيقه وفيها يعني ما يفيد وفيها يعني الديوان مثلا في احدى المجلات الديوان يوضح حقيقه صرف 109 مليار ريال ويقول انها صرفت بدون وجه حق. ديوان هذا في مجلته الديوان يعني لا يخبي ولديه يعني واجهه اعلاميه طيبه حقيقه، اضافه الى انه الديوان بيقدم الحساب الختامي بعد الحساب الختامي لانه نحن في بدايه السنه بتبتدي الموازنه وننتهي بحساب ختامي للنفقات والايرادات الفعليه وبيعد عليه مذكره اضاحيه اللي هو التقرير عن الاختلالات التي حدثت في تنفيذ الموازنه والانحرافات السلبيه والايجابيه واقتراحاته حول الحساب الختامي واداء الجهات ويرفع الى رئيس مجلس الوزراء الموقع. بالإضافة إلى أنه شهرياً يتابع جداول الحسابات الشهرية وكشوفات التوازن التي تعدها، هذه كلها أنواع من التقارير التي تعدها الجهات الحكومية. ولكن حقيقة خلينا يا أخوان ننظر إلى التنظيم مرة ثانية، إذا أردت النجاح فعليك بالتنظيم، لا تحاول تنجح في أي شيء بدون أي تنظيم. ديوان المراقبة هو جهاز محاسبة لمراجعة بعد عمليات التحصيل والصرف، وهذا الجهاز مهم للغاية إذا كان توفر لي معيار مهم للمراجعة وهو الاستقلالية، وهذا الجهاز غير مستقل أضاف إذا كان ميزانية بتمتمد من وزارة المالية. أنا قلت لكم النظام المحاسبي الحكومي كيف كان، يعني النظام المحاسبي الحكومي تمسك برقبة الجميع وزارة المالية يا إخوان، نظام مركزي خانق. وزارة المالية ينبغي النظر في نظام في 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 في, 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 في وزارة
التي تعد الموازنة والتي تناقشها مع الجهات الحكومية. شوفوا 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 شوفوا، خلوني أحطكم في حقيقة يا أخوان. في جميع أنحاء العالم الذي يقرر الاحتياجات هي السلطة التشريعية، جهاز الموازنة والخطة هو الذي يخطط هذه الاحتياجات تحقيقها على مدى متتالي ومتصل من السنوات، ويترجمها جهاز الموازنة بموازنة سنوية بنظام محكم للموازنة. لكن عندنا العملية غير، اللي يوضع الاحتياجات هي الجهات الحكومية، واللي يناقش الموازنة هي وزارة المالية مع الجهة الحكومية، وهي والجهة كلها ما تعرف ايه هي موازنتها، تضع مشروع موازنة، ولا عيد يعني يقول لنا في هذه تضع موازنة وتناقشها، تصبح مشروع موازنتها صورة ثانية عن الايه، عن الأساس اللي هي وضعته. بعدين بعد كده تجي لجنة وزارية تنظر في الموازنة، وبعد كده يتم وضع مسطرة كده على الكل والجميع. فالجهة الحكومية بما فيها وزيرها لا تدري ما هي موازنتها حتى تطلع ويستقي، يعني حتى في يوم اعتماد الموازنة في مجلس الوزراء هو ما يدري، ما يدري إلا عن طريق المتخصصين في الميزانية إيش جاتهم أخبار، جاهم سيارات، ما جاتهم مبالغ في المشاريع، وحتى يبلغوا أسبوعين حتى يبدأوا. فالمسألة يعني مسألة تنظيم، المسألة مسألة تنظيم. يجب كارثة السيول، كوارث الأعاصير، إذا كان لا سمح الله في المستقبل في زلازل والله أعلم، هذه الحاجات بدها خطط، وبدها المجالس البلدية إن شاء الله هذه خطوة طيبة في التنظيم، تقول إيش تبغى ويضمن توزيع إن شاء الله عادل للثروة إن شاء الله، يقول وتخطط على مدى، يصير هم الأفراد المجتمع هم اللي قالوا إيش يبغوا، وجهات الحكومية ما عليها إلا التنفيذ، وإذا لم تنفذ تقاضيها سلطة قضائية يا أخوان، تفصل بين السلطات زي ما. هذا التنظيم غير موجود، ولذلك ما في كل شيء يصير سيء طبيعي، وغير طبيعي انك انت يعني تقول والله في فساد وفي 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 وتدير وجهك عن الاساس النظري المنهجي في التنظيم. اشوف ايوه الدكتور تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أثني الشكر للزملاء اللي قدموا هذه المحاضرة، وحقيقة تعتبر يعني إضافة جميلة إلى إضافات أيضا سابقة، وأتمنى إن شاء الله أيضا الاستمرارية في مثل هذه المواضيع الهامة. حقيقة الموضوع أو الحديث ذو شجون، ومجموعة من النقاط يعني ممكن تترك للنقاش أو ممكن نتركها للتفكير، أو إنه وفي أكثر الحالات نجد أن الكل يفكر بس ما حد يصرح أو ما حد يتكلم في هالمواضيع، يعني كلنا نفكر وكلنا نعرف بس ما. فالآن كأن المشكلة الموجودة إنه نحتاج إلى تطوير، وأنه كأنه واضح للجميع أنه المشكلة واضحة للعيان، والدليل أنه أخيراً تم إنشاء هيئة عليا للفساد أو المكافحة الفساد. أنا أفكر أيضاً بطريقة أخرى، يعني إحنا لا نحصر أنفسنا أنه ترى ما في إلا هالتقارير وهالأنظمة وهاللوائح كذا، كأنه أحصر نفسي في أشياء من 30 عام أو 40 عام، وترانا الكل أو أكثر الجهات حريصة إنه نبقى على هالنظام، لأنه ممكن في بعض الحالات في مستفيدين من البقاء النظام بهذه الطريقة وبهذه الحالة العتيقة أو القديمة. لما نفكر نطور، من الأشياء اللي ممكن نفكر فيها هل إنه ممكن، يعني الآن إحنا بنصرف مبالغ ضخمة للرقابة، مبالغ ضخمة لمتابعة العمليات، وبعد فترة نجيب مبالغ ونحصل عليها إنه إنجاز لها الإدارات وخذناها من الميزانية مرة أخرى.
طيب